السلام عليكم، مرحبا بكم أخواتي إخواني في قناتكم عالم هبة. حبيت أخبركم أنه عندي قناة ثانية اسمها Everything with هبة، فيها وصفات ممتازة للبشرة والشعر والجسم. نتمنى تشتركوا فيها وتابعوني على الإنستغرام وصفحتي على الفيسبوك. نترك لكم جميع الروابط في صندوق الوصف والتعليق المثبت. اليوم راح نعمل مع بعض خلط توحيد لون البشرة وترطيبها وتوحيد لون الجسم أيضا وتنقية البشرة والجسم. خلطة صابونة الأرز الطبيعية مضمونة المكونات والفعالية للتبييض ولتفتيح البشرة والحصول على بشرة صافية متوهجة نقية. تابعوني أخواتي خطوة خطوة مع مكونات هذه الخلطات وطريقة استعمالها. نحتاج إلى كوب من الأرز. الرز نضيف له مقدار كوب من الماء ونقوم بطبخه على نار قليلة لمدة دقيقتين أو ثلاثة ونصفيه. مسألة الصابون اختيارية، كل واحدة تختار الصابون المناسب لها ويكون مفتح للون. بإمكانكم اختيار صابون دوف أو صابون وجه القمر، هذا اشتريته أنا من العطار، يفتح اللون، يزيل التصبغات، يرطب الجسم والوجه، ممتاز. أو اللواتي يشتكين من حب الشباب أو الحبوب والبثور في الجسم، بإمكانكم استعمال صابون خاص بالبشرة الدهنية وإزالة البثور، هذا. أو اختاري صابون الكف، صابون الحجرة الذي يظهر في الصورة، ممتاز أيضا. اختاروا الصابون المناسب لكم. ضيفي لها القليل من ماء الورد. إذا كانت جسمك وبشرتك يتحسس من ماء الورد، ضيفي الماء العادي، مقدار كوب صغير أو نصف كوب حسب كمية الصابونة. بعد مرور ليلة كاملة تصبح هكذا تقريبا جامدة. نضيف له بكميات متواصلة مغلل أرز ونخلط. بإمكانكم استعمال خلاط الكهربائي اليدوي. قبل أن نضيف الإضافات نقسم الخليط إلى ثلاث أقسام، وكل جزء نضيف له الإضافات المناسبة، وكل إنسانة تستعمل الوصفة المناسبة لها. الجزء الأكبر هذا نصنع منه خلطة صابونية للعرائس لتفتيح لون البشرة والجسم. ضيفي له ملعقة كبيرة من زيت الزيتون المتواجد عندك. ونضيف عصير الليمون الحامض لأن الخلطة هذه خاصة بالجسم، والتي لا يتحسس وجهها من عصير الليمون الحامض تستعملها للوجه أيضا وتضيفه. إذا كانت بشرتك تتحسس من عصير الليمون الحامض استغني عنه، لكن للجسم هي صالحة.
نضيف له ملعقة من دقيق الأرز، طحين الأرز. اطحنه بنفسك في البيت، الرز العادي المتواجد عندك، أو اشتريه جاهز مطحون. إذا كان متوفر عندك العسل، ضيفي ملعقة كبيرة. هو ممتاز حتى لو كان عسل فيه نسبة عالية من الجودة، يعني ليس شرط يكون جودة 100%، لأن هذه الخلطة مفيدة للجسم وللبشرة. نفرغ الخليط في برطمان، هذا الخليط صالح للاستعمال حتى تنتهي الكمية. خبيه في الثلاجة في علبة سواء زجاجية أو بلاستيكية برطمان واستعمله. مسحيه يعني بمساج حتى يتشرب الجلد جيدا. طبقيه على الجسم كامل، على المنطقة الحساسة، الركب، الرجلين، الرقبة، اليدين، لمدة ساعتين أو ثلاثة. بإمكانكم النوم به ليلة كاملة، خصوصا العرائس المقبلات على الزواج اللواتي يعني مهتمات بالموضوع. وفي الصباح استحمي عادي واستعملي الليفة واغسلي جيدا ورطبي بأي كريم مرطب عندك خاص بالجسم، أو بزيت جوز الهند أو بحليب خاص بالجسم. إذا استعملته على الوجه طبقيه فقط نصف ساعة بنفس الطريقة، واغسلي الوجه جيدا ورطبي بعد ذلك، واستعمليه حسب نوع بشرتك. إذا كان وجهك يتحسس من عصير ليمون لا تضيفيه، لكن للجسم ضيفي عصير الليمون، هو ممتاز. بالنسبة للوجه استعملوه يوميا، بالنسبة للجسم أيضا يوميا، كل ليلة أو يوم إيه ويوم لا، لتتحصلوا على نتائج سريعة. ننتقل الآن إلى الجزء الذي احتفظنا به للخلطة الموالية. نضيف لها ملعقة من دقيق الحمص، متواجد في كل دول العالم. الحمص، حبيبات الحمص هذه التي تظهر في الصورة، اشتريه مطحون جاهز يباع جاهز. الحمص ممتاز في ترطيب الوجه وإزالة التجاعيد، وفي نفس الوقت حب الشباب البثور، ويفتح اللون أيضا. ضيفي ملعقة من زيت اللوز الحلو، مناسب لجميع أنواع البشرات حتى البشرة الحساسة. نصف ملعقة من دقيق الأرز، الرز العادي اطحنيه بنفسك وأنخليه، أو اشتريه جاهز مطحون. إذا كان متوفر عندك جليسيرين، الغليسيرين النباتي، ضيفي ملعقة. إذا كان غير متوفر عندك استغني عنه. خبوها في الثلاجة صالحة للاستعمال حتى تنتهي الكمية. استعملوها غسول للبشرة واستعملوها للجسم، لكم الاختيار. طبقوها على البشرة، اتركوها لمدة ربع ساعة 10 دقائق. بإمكانكم استعمالها كغسول يعني سريع الاستعمال، بإمكانكم استعمالها كماسك للبشرة لمدة ربع ساعة وتزيلوها بلطف، وبإمكانكم استعمالها للجسم كامل. تركوها حتى تشربها البشرة في الجسم لمدة ساعة نصف ساعة واغسله. الطريقة هذه ممتازة أيضا في تفتيح اللون وترطيب الجسم. نضيف له ربع ملعقة من الكركم، الربع فقط هكذا. الكركم صيدلية متنقلة، مفتح للون، مزيل التصبغات الجلدية. نضيف ملعقة من العسل إذا تواجد.
الزيوت اختيارية، بإمكانكم إضافة زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون أو أي زيت مناسب لكم، زيت جوز الهند مثلا. أهم شيء يكون زيت مرطب. نتركه يجمد ونرجع لكم. لصاحبات البشرة التي فيها التجاعيد، الكلف، التصبغات الجلدية، الحبوب فيها مكونات ممتازة للوجه، اغسلوا بها البشرة، بإمكانكم الاستحمام بها، خبوها في الثلاجة واستعملوها يوميا، بإمكانكم صنع كمية كبيرة. هذه هي الوصفات الثلاث طبيعية لتوحيد لون البشرة والجسم وترطيبها وتنقيتها. هذه الصابونة أو الخلطة الصابونية الطبيعية مضمونة المكونات، مضمونة الفعالية لتبييض البشرة والحصول على بشرة صافية متوهجة نقية، وتفتيح لون الجسم والمناطق السوداء في الجسم. داوموا عليها، لأنه أهم عنصر فيها الأرز، والأرز مفتح طبيعي للون. داوموا عليها وتتحصلوا على نتائج ممتازة، خصوصا العرائس المقبلات على الزواج.